تقول السائلة: هل يجوز لأمها وعمتها التي هي أم الزوج أن يكشفوا على زوج ابنتها؟ هل يجوز لأمها وعمتها التي هي أم زوجها أن يكشفوا على زوج ابنتها؟ يجوز لأم الزوجة أن تكشف لزوج ابنتها، قوله تعالى: وأمهات نسائكم، فهو محرم لها، فأم الزوجة محرم لزوج البنت بنص الآية الكريمة: وأمهات نسائكم. والثاني وشو؟ أم الزوج. أم الزوج وش فيها؟ أم الزوج وهي العمة. إيه؟ تكشف أيضا. طبعا تقول السائلة: هل يجوز لأمها وعمتها التي هي أم زوجها أن يكشفوا على زوج ابنتها؟ السؤال ما هو واضح. أم الزوج تكشف عليه لأنها أمه، وأما أم الزوجة فنعم محرم لزوج البنت. نعم.